انطلقت انفيو عام 2007 بطرح المنتج المبتكر سيريز 900 بود، وكان سيريز 900 جهاز إنذار يعمل بانفراداً على سطح المناضد مستقلاً بذاته تماماً. لقد كان باكورة الإنتاج في سلسلة من الحلول المبتكرة التي نبعت من إيماننا بأن المنتجات المبتكرة العظيمة لا تتحقق إلا باستبعادنا اليوم ما كنا نظنه عظيماً بالأمس. ولهذا صممت إنفيو أكثر منشآت التصميم ومراقبة الجودة تطوراً في مجالنا، والتي مكنتنا من تطوير منتجات ثورية للتطبيقات الخاصة والتجارية على حد سواء. فقد جعل ابتكار المفتاحين IRQ وIR Ecosystem شركة إنفيو الرائدة عالمياً في تأمين البضائع الأكثر تعرضاً للسرقة. يوفر IR Ecosystem لتجار التجزئة نظام تأمين بمفتاح واحد للمتجر كله، لذا فبدلاً من البحث الدائم عن المفتاح المناسب، سيستطيع موظفو المبيعات خدمة العملاء بشكل أفضل وزيادة مبيعاتك. يمكن التعرف على ابتكارات إنفيو في تطوير أجهزة الاستشعار التي توفر الإنذار والطاقة معاً، والحماية من خلال الإنذار الملاصق للمنتج والأقفال الذكية الإلكترونية، وتأمين وسائل تثبيت المنتجات، وأول نظام حماية للمنتجات بدون أربطة. وبإدراكها توجه الأعمال لاستخدام الأجهزة اللوحية كأداة للإنتاجية، أطلقت إنفيو قسم الأمن التجاري الذي يتضمن خطاً من الحوامل الأمنية لتثبيت الجهاز اللوحي على المنضدة، ويمكن فصلها بسرعة وتمد الجهاز اللوحي بالطاقة المدمجة. إن تقديم منتجات جيدة التصميم ودقيقة الصنع وسهلة الاستخدام هو ما يميز إنفيو عن منافسيها. في مركزنا للتصميم والجودة في تشارلوت بنورث كارولينا، يوجد فريق من خبراء الهندسة المتحمسين وممثلي متطلبات العملاء ومتخصصي مراقبة الجودة والمصممين الذين يتعاونون معاً ومع عملائنا لابتكار منتجات تلبي توقعات الأسواق التي نخدمها أو تفوقها. لقد جعل هذا الحماس والالتزام من إنفيو الشركة الرائدة عالمياً في الحلول الأمنية المبتكرة للتطبيقات الخاصة والتجارية. لقد أتاح توظيف أشخاص رائعين والتعاون مع عملائنا لحل أكبر الصعوبات التي يواجهونها، والاستثمار في تطوير المنتجات وجودتها أتاح ذلك لإنفيو أن تصبح شريكاً يثق به الرواد من تجار التجزئة وأصحاب العلامات التجارية في أكثر من 70 دولة.